السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناه متخضاري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حريشات صغارين او ميني حرشه لشرب الشاي. كتجي رائعه، سهله في التحضير واقتصاديه. في عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصل بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركه الله غادي نحتاج في المكونات عندي 500 غرام من السميد الرقيق، يعني السميده ديال الحرشه، ملعقه من السكر، قبصه من الملح، 4 غرام من البيكين باودر ما يعادل يعني نصف هذه الكميه اللي كتكون في هذا الساشي. عندي راس ملعقه من خميره الخبز، نصف كاس من زيت الزيتون، وملعقه من الزبده والماء، يعني باش غادي نجمعوا الحرشه. نوضع الخميره، السكر، زيت الزيتون، ملي ما كتوصلش عندو زيت الزيتون يدير زيت المائدة. كنرملوها جيدا، قليل من الماء حيث غادي نخليها تشرب. يعني في هذا القياس هذا غادي نخليها تشرب واحد الخمس دقائق، عاد غادي نضيف لها البيكين باودر. خليتها مدة واحد جوج ديال الدقائق، غادي نضيف لها البيكين باودر. كما قلت لكم 4 غرام ما يعادل نصف ديال الكميه ديال يعني ديال هاد الساشي هذا اللي فيه 8 غرام. دابا كنجيب واحد البلاطو، كنوضع فيه السميدة، يعني المعلقة كنبدا نفندها في السميدة الرقيقة. على هذا الشكل
كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي هذه الكميه هذه اللي عندي، عاد كنبدا نطيبها. من بعد ما كملتهم كاملين دابا كنوضعهم في المقلاة اللي درتها تسخن، يعني الطيفال او المقلاة العادية الثقيلة، نردهم يطيبو ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالهم النهائي. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشة ديالنا، كتجي صراحة رائعة كما كتلاحظو معايا. فنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. إذا عجبتكم ما تنسوش أنكم تابوناو فلاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني بلايك ديالكم. ونهاية الوصفة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.